قرر البرلمانيون والبرلمانيات اليوم الثلاثاء التبرع لصالح صندوق الذي أحدثه الملك محمد السادس لمحاربة تفشي وباء كورونا. وكشف بلاغ توصلت به شوف تي في أنه للحد من تداعيات ومخاطر وباء كورونا، بادر رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية وبتنسيق مع رئيسي مجلس النواب والمستشارين الحبيب المالكي وعبد الحكيم بن شماس بالانخراط في هذه التعبئة الوطنية، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم. وأضاف البلاغ أن هذا الاقتطاع يضع البرلمان نفسه بمجلسيه رهن ما يقتضيه الواجب الوطني من تعبئة ومواكبة متواصلة لمختلف التطورات لهذا المستجد.